يساعدوا كمان هالشباب والصبايا حقيقة حتى يركزوا حياتهم المستقبلية. وهوني أكيد ما هو إلا طريقة من الطرق تيتساعدوا هالشابات وهالشبان تيقدروا مستقبليا يقدروا يعيشوا. الهدف من المعرض هو مساعدة الشباب والشابات المقدمين على الزواج بكل التجهيزات اللازمة لقبل العرس اللي بتساعدهم لحتى شوي يكونوا أكثر مرتاحين، ومع تقديم حسومات أكيد كبيرة من خلال الأشخاص اللي عارضين بهالمعرض حتى نشجع كل الشباب والصبايا المقدمين على خطوة الزواج ليجوا يتفرجوا عنا بمعرضنا لحتى يشوفوا كل عروضنا المميزة. وأكيد نتمنى من كل شخص هلأ عم بيشوف يتفضل عنا على المعرض ليستفاد من العروض بأفخم التجهيزات الموجودة عنا. يعني الحسومات اللي قدموا لنا اياها الشركات كثير كبيره، كان من الفساتين للاضاءه للتصوير للورد لشهر العسل للضيافات، كل شيء موجود. بنعمل عروض بمناسبه المعرض مشان العرسان، يعني افكار حلوه اللي عم بتصير، بس بدنا شويه وقت لسه هيك نرجع نوقف كلياتنا سوا. بيتخللوا عروض تصل الحسومات فيها لل 50% على كافة الأصعدة، من مطعم لإضاءة للتصوير لصوت لسيارات، بيتضمن بكل شيء. مشاركة بالشموع، وأنا بعمل شموع من 30 سنة، واليوم عاملين خصوصي للأعراس. حبينا اليوم نشارك بالمعرض نقدم حصومات للعرسان خصوصي العروس، تكاليف الفستان العرس صارت كتير كبيرة على العريس، فحبينا نقدم لهم خصومات من 20% لـ 50% تقل هي التكلفة، ويعني تاخد شي على ذوقه.